للموت، مسلسل مشارك في موسم رمضان وبجزءه الثاني، وهو من المسلسلات اللي بتعتمد على الإثارة والتشويق، ومن بطولة ماجي بوغصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وباسم مغنية. دانييلا نشرت كواليس مشهد كان ممكن ينتهي نهاية كارثية، ففي المشهد كان في مواجهة بين شخصيتي ريم وهادي اللي هم دانييلا ومحمد، ودانييلا انفعلت لدرجة أنها كانت رح تصيب محمد الأحمد بالسكين فعليا. خلينا نشوف الكواليس اللي نشرتها دانييلا. بالسكين يعني على شوي كانت فات. شو صار؟ لأنه أنا بلحظة برمت هيك رجعت طلعت فيه، لأنه كان هو لازم هيك بالسكينة، طلعت هيك بس شفت وجهه ما في دم، ارتحت. دم؟ لك ماشية الفيك. كانت عشان كده انا ما عمري حمثل.